من الفرحة عاشها المستفيدون خلال استلامهم لمفاتيح سكناتهم الاجتماعية الإيجارية ضمن حصة سكنية تفوق 800 وحدة بولاية قسنطينة. المساكن المسلمة تتوفر على كافة ضروريات الحياة والموجودة بالتوسعة الغربية للوحدة الجوارية 14 المدينة الجديدة علي منجلي. معليش سنينا بالصحراء وكنا كانوا قد الوعود تاعهم والشيء اللي وعدونا به احنا نلناه الحمد لله. فرحان وبيت خدام شو من البارح ما رقدش. نسنا في النهار غير هذا. واليوم كتشوفي كل الناس فرحانين وسعداء ونتمناو الجميع ان شاء الله. وستستكمل السلطات المحلية مجهوداتها لإتمام البرامج السكنية بمختلف صياغها. وكذلك 700 سكن ترقوي مدعم سيتم توزيعها إن شاء الله في شهر نوفمبر، ودواليك تتواصل كل جهود أولا لاستكمال البرامج السكنية اللي رها قيد التحقيق، وكذلك الانطلاق في الأسابيع القليلة القادمة في تهيئة 4000 سكن اجتماعي إيجاري تم الإنجاز نتاعها كهيكل. متابعة جميع المشاريع السكنية ميدانيا والحرص على إتمامها في أجلها المحددة من أولويات السلطات المحلية بالولاية.